من قبل البطولة، وهي من أفضل القنوات المصرية المتاحة اللي هي أعلنت إن هي هتذيع البطولة بدون تشفير وبدون أي حاجة، وغنتنا عن قناة البن والكروت المشفرة، حتى في البيوت في البيت كله جايبين القناة تايم سبورت شغالة بدون أي إيريال وبدون أي حاجة، وبيفتحوا الشاشة على طول يلاقوا الماتش شغال. وهي من بتجيب من افضل المحللين الرياضيين، ان كانوا كابتن عماد متعب وكل الكباتن اللي موجودين فيها من الناس الرياضيين المحترمين والناس اللي ليهم بصمه في تاريخ كره القدم المصريه. من اول ما اشتغلت يعني من اول البطوله المفروض يعني ايه رايك فيها؟ هي كويسه جدا، وهي قناه مصريه يعني وكده احسن من القنوات الاجنبيه الثانيه، يعني التردد بتاعها سهل تنزله وملهاش اشتراك ببلاش وعادي يعني. والاستوديو التحليلي بتاعها حلو يعني، بيجيب كل حته في المباراه صغيره وكبيره، وبيجيب الحاجات الخطا والاخطاء اللي فيها وكل حاجه. بس شايف الماتش، ايوه بيجيب اخطاء الحكام واخطاء اللاعبين وبيجيب كل حاجه فيه بالظبط، مش زي قنوات تانيه مثلا بيعملوا حاجات تانيه، بيعملوا حاجات معينه بس وبيشيلوا حاجات معينه فيه بس، حلوه يعني مش وحشه، وهي قناه مصريه. بالنسبه للنزول على التلفزيون سهل ولا صعب؟ لا سهل جدا، والتردد بتاعها سهل، هو القناه الارضيه سهله يعني ومصريه بس.